بسم الله والحمد لله. نبدأ في شأن حمل سيدة مريم البتول عليه السلام بسيدنا عيسى عليه السلام، ونعرف كيفاش ملك كريم وروح الله مرسل من الله في شكل بشر، هيئة جميلة، ولكن الأنثى الطاهرة دائما تشك في كل ذكر يقترب منها. فبعض الروايات يقولوا لباس الروح الأمين هذايا اللي هو فوق الملائكة، هو ملائكة ولكن فوق من الكل، مش سيدنا جبريل عليه السلام، ما أنا أراها تحت ثيابه أن لا شيء من الجسم الإنساني. إذا من هنا نفهم اللي سيدنا عيسى عليه السلام من جاء بخبره روح الله بذاته بأمر من الله، كن فيكون. سواء إل سو مانيفستا، يعني وراها اللي هو مرسل، مجرد هو إخبارها فقط لكي لا تصطدم حين تحمل سيدنا عيسى. وشأن حمل سيدنا عيسى ومدته أقاويل كثيرة، قالوا بعض ساعات، قالوا العادة اللي متعارف عليها الناس جميعا، ولو مجر وما من الروايات، واللي أنا أرى نوع من التصورات المبالغ فيها. قالوا مشات سيدنا مريم، ما أنا باش تبعد، مكان قصير ربي، باش تبعد عن بني إسرائيل المؤذين لها ولغيرها، مشات لبغداد حملت ووضعت. هذه أنا روايات لي لا أطمئن إليها. أنا يطمئن إلي أن السيدة مريم عليه السلام المكان القصي هو المكان التي لا ترى فيه من طرف الأعداء الله، أي بني صهيون. نعود إن شاء الله باش تعرف بني صهيون يعني سبب آذى لكل الأصفياء لله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماء.